السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله. يا ده رب دايما يا رب. بقول من فضل حضرتك، انا بس كنت عايز حضرتك تكلمنا عن الاستغفار وطرق النطق الصحيحة، لان في ناس عفوا غصب عنهم بينطقوا الغين خاء بحرف الخاء، يعني غصب. دعك من الوساوس يا شيخ، قل رب اغفر لي، قل رب طب اغفر. حضرتك ايه افضل كتاب للتفسير؟ يعني للتفسير كان واحد عايز يقرا في القران ويفهم ويتدبر كده، ايه افضل كتاب حضرتك تنصحنا بيه؟ ما هو انت عندك خبرة ولا يعني لا انا عادي يعني، بس بحب اللغه العربيه يعني. يعني في ناس نصحوني بالسعدي، تفسير السعدي. ايوه تفسير سعدي لا باس به، بس تفسير مختصر جدا وخالي من احاديث رسول الله، نادرا واندر من النادر اذا وجدت فيه قال رسول الله، تمام نادر تمام نادر. حضرتك تنصحني بيه يا شيخ؟ والله لو جبت مختصر لتفسير ابن كثير لكان خيرا. مختصر تفسير ابن كثير. المختصر لانك بارك الله في حضرتك رفيق، يا رب. شكرا. المختصر الصحيح.